الآية دي في يوحنا 1 وعدد 18 حضرتك قريت آيات جميلة من إنجيل يوحنا أصحاح 1. في البدء كان الكلمة، نعم، والكلمة كان عند الله، نعم، أكنوميته، وكان الكلمة الله ألوهيته. بعد كده في عدد 14 الكلمة صار جسدا، التجسد. لكن في عدد 18 يقول لي إيه الهدف؟ يقول لي الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر، هو أعلن. عشان كده المسيح ملقب بهذا اللقب الجميل، الكلمة، الكلمة، المعلن، المعلن، المعلن عن الله. فهو كلمة الله. يعني إيه كلمة الله؟ المعلن عن الله، المعلن عن الذات الإلهية، المعلن عن الذات الإلهية، المعلن عن الأفكار الإلهية، المعلن عن المشاعر الإلهية، المعلن عن المقاصد الإلهية، المعلن عن كينونة الله، عن الجوهر الإلهي. لأنه بالإعلانات الأخرى ممكن يعني نفهم الخليقة أنه في وراءها عقل حكيم مدبر مفكر مهيمن. من خلال الأنبياء ممكن نفهم بعض صفات الله، لكن المسيح يمكن أخذنا أكثر لجوهر، لطبيعة الله ذاته. نعم، عشان كده حضرتك الآية الجميلة في عبرانيين 1 الذي هو بهاء مجده ورسم جوهره. كيف تعرف اللطف الإلهي لو لم ترى المسيح؟ كيف تعرف الحنان؟ كيف تعرف القداسة؟ أنظر إلى الخليقة أرى القدرة، أرى السلطان، أرى الذكاء والحكمة. لكن أفهم شوية عن محبة الله في الخليقة لما أشوف خلق لي كل أنواع الأزهار، كل أنواع الثمار، كل الأنواع دي، أقدر أشوف أنه بيحبني. لكن كيف أعرف حنانه ولطفه إن لم أتقابل معه شخصيا؟ وكيف أتقابل معه شخصيا وهو كائن روحي غير مرئي وأنا كائن ساكن في جسد؟